مع رسول الله. قبل أن نبدأ بالدرس نريد أن تتقارب. هذا التفرق قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل الشيطان. التفرق هذا من عمل الشيطان. تريد أن يكون للشيطان بيننا مجال؟ الشيطان ينضم إلى التريب بار أي كل شيء. نعم. طيب. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فعلنا معنا سجل وغزل شهر جميل طعم كبير بشنوبة تلتيس بجميع صلى الله عليه وسلم. فنقرب الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جميعاً ونقرب الله سبحانه وتعالى جميعاً ونقرب الله أعيك جميع صلى الله عليه وسلم في تمنيع سهيري وتديدار من أتكشيرت من عرين فهم أمير فردرم الله جميع صلى الله عليه وسلم يرسي شنافير وغزر دود من الوائد مشوح فردرم شيخ ورسل في رفسورة تديدار تبدين سبي أمير صلى الله عليه وسلم فردرم دود زياد مشوح من يوم الشيخ وزي شيخ ورسل مشوح من يسر برشتين يوبر Çünkü değerli mecali şeyhut, Allah'a şükret ve ardı edilmiştir. Ben mahvim teşkildim, lakin Allah'a yastır. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله. نريد في هذه الليلة أن نتذاكر متن مبارك وهو متن القواعد الأربع. متن القواعد الأربع. نعم. فسيشهد صوت يوميت بعدين الله جل جلاله شخص القاضي محمد صلى الله عليه وسلم فأمين التي نشوفه فسيشهد صوت يوميت جسد التنات بإذن الله مهم قواعد سجل محمد تدرسيعود تدفلاسي برد حقام الرجل قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل عن أمور منها. نعم. فرصة مرضوظة شبكتي هذا المتن في التوحيد. كل تكس أجل التوحيد. لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. مسألتي بوش بسام سنة توحيدة. من يعرف لماذا ندرس التوحيد؟ سأسمى التوحيد وش الدين بجيب؟ نعم. أن يوحد الله عز وجل. التعرف على الله. يوم الله مين؟ لا يمكن الدخول في دين الإسلام إلا بالتوحيد. مدخول من الإسلام بتمسن بالتوحيد. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. نقبل الله عز وجل غير بتمسن بالتوحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. نؤمن جنة بدم سريج رشد يسوع الله عز وجل. استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان. ما التوحيد مثال نور يش دمت تتصور مثال شجرة هذا تتصور بعض مصير زمة بزطاع. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض سبب جنة المال بالمسير بالنبي صلى الله عليه وسلم جيكي. تكثير الحسنات تكثير السيئات. ما التوحيد نفعل الجنات. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم لو يسألك إنسان ويقول لك هل أنت موحد؟ تقول نعم أنا موحد. هل أنت مسلم؟ تقول نعم أنا مسلم. طيب بين لي ما هذا التوحيد الذي تدعيه؟ وما هو الإسلام؟ تشوف الإسلام وكيف أكون مسلم؟ تسيتي أمون مسلم. إذا عرفت ما هو التوحيد هذا معناه أنك ولله الحمد موحد. نزتيه ديك التوحيدي أتيه من يوم ستيه موحد مسلم. وإذا كنت لا تدري ما هو التوحيد فنزلنه قديم ستشوف التوحيدي فمعناه أن هذه الشهادة شهادة ثوق نسأل الله عز وجل. أتيه مثلا كيو شبريه جنتين من جنين المسلمان أتيه كيو أشد ضبط قبل يشبه. ثم لو يسألك الإنسان ويقول لك هل أنت مشرك؟ الناس تبدي كوش آياتي مشرك. تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. آياتي كوش زوجي نروي نكمل مشرك نكمل هتاف.
طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عنه؟ أتيت تشيب وتشيب وتزود الجنسون من الأول. فإذا عرفت الشرك أن ستي أن يشيب هذا معناه أنك بإذن الله تعرف الشرك ولا تقع فيه بإذن الله. لكن إذا كنت لا تدري تقول ما أدري ما هو الشرك فلعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه. أتيت ستي أن يشيب وتدريب بإذن الله بما الله تيمو خود الشتاء وسلم فيه. إذا أهم العلوم وأول العلوم وأول الواجبات بل أوجب الواجبات هو تعلم التوحيد وتعلم الشرك. وبيجيب عبارة مسلم سلمان يجب صيد توحيدي صيد كل شيء يجب عليه زوج. الثاني قلنا قبل الدراسة لابد أن نعرف أمور منها. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا كان هذا المثل في التوحيد؟ عبارة يسمى كل بارس المفروض تعرفه يعني سجل دقة. عبارة مثلا دش توحيد سبب سنة توحيد. أجيت سبب تأليف هذا المثل المبارك. شكاكو اي شكيت كتيت تكسي تبريكات. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا المثل أن نرد على بعض الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمانه. إذا السبب الرد على بعض الشبه. نعم. حتى شكاكو أطوري مشكلة تكس أرشا تكون مجيجة ديسا تشيمها تنيرز بكاتش هيد النابي يطعيه الشيخ. والرد على الشبه سهل يسير على من أصغى لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تركتين من جيجس تورة شبهة أشو ملاك أفرتج أن يفضل مير بغمير صلى الله عليه وسلم. فالرد السهل اليسير على أي شبهة يأتي بها أهل الشرك أو أهل البدع أو أي أحد يأتيك بأي شبهة ماذا تصنع؟ نسب ذكوش في يد ثمن شبهة من دشيب جاء بارش الله. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله احذرهم. نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتبحث وراء الشبه وتترك المحكم والله لا نسمع لك ابدا ولا كلمة. نعم. الناس اللي يكون فيها من الشبهه من الشيم اعطينا كلمه عند الله من القران كتب مثال الزوط جل شان ملكا تريد بريتل اطير الناس اللي فيها شيئا من الشبهه يابن شبهه اعطى الناس تبوكو اعطينا مثال بين امنا من الناس تبوكو هذا الشيم شان مثال بسيم الناس اللي يكون شبهه. الشرك يكون فقط في عبادة الأصل، أما عبادة الصالحين، عبادة الملائكة، عبادة الجن، هذا ليس بشرك. فشيء تطبيع بكر مثال تكبير غير، أما تكبير زين، كان أشجد مير تكبير مبين. نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم. كيف من يجد جندك شو هذا؟ ولا يمكن نسمع لك. وعندنا نصوص محكمة بينا أن العبادة ما يمكن أن تكون إلا لله. إذا زاد الجلسات من الأرض مرغمات الإشارة الدريكة شاء أفرد الطيب نسيم الله والجلسات بين المشروع. نعم. إذا ما هو الواجب وما الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتبع المتشابه المحكم لا نسمع له. نعم. ترى قصيدة غير مسلمان فقط مثل يريد مديك تشيما لديك تجرى إقوطة تيفي أترى من المسلمين. والإشكال عندنا في هذه الأيام أن كثير من الناس هدانا الله إياه يأتي ويرسل لك بعض الشبه يأتيك بقول أهل الباطل بقول أهل البدع بقول أهل الكفر والإلحاد والضلال. نعم. أتري صوت شعب من فيها نبر عليه السوسيالة تدكوه من فيها توني مساج دوشيني لقاسميني لقيد البعضة سيدا نيرجي جمهان فارع زودي سيدا نيرجي شبيك من فتا الله عز وجل سيدا نيرجي جنوب شعب. فماذا تصنع عنك؟ الأصل أن تحذر هذا
وتقول أنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك المحكم. ولا لا يمكن أن أسمع لهؤلاء، أنا أسمع لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. Charles de Mesmer në shkollën e Jona, thonë me fjalë ti je një rrim i fjalë që ndjek gjëra në pishkoll. Dhe një rrim i fjalë që në kohë, ti ndjek që pamë në kohë. Kështu që ne kemi Allah në zëllëgjën, fjalë në Allah të më talë, dhe fjalë në kemi e së nësë. ولا أقرأ أصلا هذه الرسالة أو لا أنظر في هذا المقطع أصلا. كم نبغى نشوف كيو مساج كتوب الأصل ديك الدنيا. ومن باب أولى ألا أرسل هذه المقاطع أبدا لأحد. هذا نبدو وجه من إيش بنلقى كم مساج دائما حشت بيشو. ما أحد يتكلم. مصريز نطلع سبسر نمشي. نعم. أنت بوش الجواب. الأمر الذي يكون قبل الدراسة أيضا، هذا المتن المبارك هو في الحقيقة خلاصة لكتاب كشف الشبهات. القواعد الأربع هو كالملخص لكتاب كشف الشبهات. نعم. كل ليبر كاتب بريمر باس أرش من فعل سمثان شرطيني إن يجيب تيتر إن يتكسي تيتر كشف الشبهات سيمي فعل ميلعبو بتشيمة كبير. طيب لو قال لنا قائل لماذا لا ندرس كشف الشبهات اولا ثم بعد هذا ندرس هذا الكتاب المختصر القواعد الاربع؟ نعم. طيب تصدقون يا مسلم ارسلك تلي من عوازتك فمسلم تطير ما يمكن تجوز ان تدرس تكون شيء. نقول لهذا هل انت عالم؟ ثابت تي عالم تي 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 هذا الامر يرجع فيه الى العلماء. كان يجمع ثلاثتين تي طارق. والعلماء ارشدوا الطالب إلى البدء بكتب التوحيد، وأول ما يبدأ به الطالب بالأصول الثلاثة. أعطينا ثاني من فرجة بسنطاع المسلماني دوت برجدوي ما تشرشت البسيمة، نسوى تشرشت البسيمة أعظم الله عز وجل، لأنه نسوى تشرشت البسيمة في الميشت ألا في الميشت نسوى تربعين تفس. بل بعض العلماء يرى تحريم القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. Disa djetarë atër endalojnë kitabu të uhin, libri në disinë të Allah të uhin. Nga, kama anna min al ulama men jara tëhrim al-qiraqë të kutub al-muallëfë min ahle s-sunna wa l-jama'a fima shëgjara bëjnë as-sahabë. Fama balak bil kutub al-muallëfë min al-mukhalifin lë ahle s-sunna wa l-jama'a. Fahim in babi awla wallahi illa tëqra. Nga. Si që besimtarë për është një autorë dhe është lektorë e fjallë që nuk duhet lecëzohet në libra që për shumë në karavë fjallë sahabë të radi Allah të radhu në polemik, sepse aty ato që ja duhet keqin islamit, aty ka shkuj për shumë, ka përën dhe dhije në dyshime, gjitha është në fjallë largohet nga lecëzimet që t'japin më shumë dyshime të gjemë kohën dhe largohet nga lecëzimi i sinë të lotës të gjemë dhe në më shumë. Në nuk mund t'i lasë për sahabët, shumë t'i kamerë, nëse në përse në përse në përse në mërësi. وَالَّذِي يَطْعَنْ فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ طَعْنَ فِي أُمُورْ أَرْبَعَةِ. نعم. Nëse t'i kush t'i sahabët, رضي الله عنهم, shumë t'i kamerë, nëse nëse, aji t'i kërë për 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 t'i kërë قال ديتور دافور و في دين الله فان الله سبحانه وتعالى وفي رسول الله عليه الصلاه والسلام هو انتي محمد صلى الله عليه وسلم وطعن في الصحابه نجلس نتكلم في ديتور صحابه شوط الانجليز كل من يطعن في الصحابه نقول له قد وقعت بهذا الكلام في الطعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وقعت في الصحابه نسف كده الصحابه شوط الانجليز صدقيش ti në fjallë dhe të rëndisht ke folë për Allah në zërgjën kesh, për fejnë islam në kesh, për regamirë së Allah së në kesh, dhe për shumë të ti së Allah së në kesh. Na, ajdo në qablet dirasë, aj kitab të këtëri, au më gjërën, ma të mëtëlik aj kitab në këtëm, aqal ma të qërë, bëja në kitab të qërë al mëqaddima wal fahras. Gjërë bërë që të dëzosh me fjallë, në një libë shih një fjallë, para thënje, autorit, që a thëmë dhe të shohë një fjallë për mbajtin e libit në bratë për kimin. Lënë bil muqaddime, ta'rif mustalah al muallif wal gharad min al ta'rif. Me para thënje një rrimë dhe mëson se qëfar që është qëllimi i autorit, që ka për qëllim autorit me atë që dhe thotë, ka shumët. Wa bil fahras, ta'rif muhtawa al kitab.
dhe me përmbajtjen e librit shëh një gjë se çfarë tema përmban libri. La anak qad tabhath an mas'ala wa hiya mawjuda عندك fi ba'd al-kutub lakin la tadri 'anha. Na'am. Ti kërkon për diçka një meselë, edhe ajo mund të jetë në libër që ti ke, por ti nuk e di, sepse ti nuk di të hysh në libër. يا اخوانا اللعبة في جوالك وانا اسحب الجوال اما ان تكونوا معي او تكونوا مع جوالك ونوقف الدرس طب شيخ عيش لازم تدار ده طب ما لازم تنجب بس لما ده ما متفقين ام لا عين لكم اللي يلعب في جوالي اسحبه منه عيش لبيز من جوالي ما تدار ده ما اكيد تمام اذا كونوا معي دقائق معدوده والحمد لله لا احد يعرف في الجوال تيجي دي النقطة إن شاء الله طيب لو أردنا أن نعرف محتوى هذا المتن المبارك يحتوي على ماذا؟ نعم كل تكست هنا كما سنقول كل تكست شفاك رمضان رمضان يكتب تكست فطار يحتوي على أقسام ثلاثة تري جونا رمضان كل تكست تكست كاتر غيبة المقدمة وفي هذه المقدمة عنوان السعادة Parathënia dhe aty është tema e lumturisë në kuptimin e tema lumturisë. Al-qismu ath-thani limadha nadrus at-tauhid? E dyta është pse ne mësojmë tauhid. Al-qismu ath-thalith al-qawa'id al-amr. E treta është fjalë kusha më rregulla, katër rregulla bazë të fesë. Men yu'id li hadha al-aqsam ath-thalatha? Kush i përsëritë? من يعيد للأقسام الثلاثة؟ تريد من بعد ذي مثلا ني كيسا يقوم توريس من بعض التيرا؟ تريد تاي التوريس؟ أفار أرسل السعادة المقدمة وفي هذه المقدمة عنوان السعادة نعم التوريس، شو 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 التوريس؟ التوحيد الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ نعم التريد مو بيك سوال التريد الثالث القواعد الأول تعيد الثلاثة الترجمة. أتريدا عش من فيها كافر رهيبو شدة ممكن تكسي. أبارة عش من فيها كوبتيني يلوتوريس تلاقون شدة ثلاث شيءو. أتريدا بيتا عش تبهيدي يعني يوم تبهيدي. أتريدا عش كافر رهيبو ثلاثة. طيب نبدأ بالقسم الأول المقدمة وفي هذه المقدمة عنوان الساعة. نرجع مثل ما بارا شغش من فيها شركات بلوتوريس. في المقدمة بدأ المؤلف بالدعاء للطالب وهذا من العجائب والغرائب نعم في مثل من نزل فاجدون أطوري زوجة تناشي أكثر الكلام ممنوع لا في أشت أن إندلور تقدم عليه نعم أفرو نعم المقدمة هذه فيها أن المؤلف يدعو للطالب نعم المقدمة وفي هذه المقدمة أن المؤلف يدعو للطالب. يتكي هنا. بس هذا مش هذا. صدام البارشة واضح. لا إشكال. نعم. المقدمة قلنا في هذه المقدمة المؤلف رحمه الله تعالى يدعو للطالب. نعم. من الذكر الثاني الجزر. Shehu bënë dua për nëzënsit, me fjallë bënë dua për atë që lejëzoj të tekzë dhe 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 U hadha min al-ajab u gharaj, nëhnu na'rif anu t'alib u allë dhe jedru Lë shehu, u allë mu'allib, sahih, na'rif Dhe ajo që dhije, është nëzënsit bënë dua për shehu Bënë dua për hoqën Fa hadha ju allif lak, ju allim e kel ilm U edru lak edhu Ky shehu ka bënë dua që tjetë dhe dhijen, bo dhe dua për ty, maj një mrejtë që dhjonë që të qi. Jaqni, u lidhme në këtë të ta'alla, u edhru Allah subhanahu wa ta'alla, lak hëtë të ta'alla. Dojnë që ti ta mësosh për të dhije, po i lukë dhe Allah dhe zë vëgjem që ti punosh për të dhije. Kala anë jë tawallake fi të dunja, u alë akhë, aje anë të kuna min awlia illa. Naam. Këpara të 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 shë, Allah dhe zë vëgjem, e lusë Allah dhe të dhije të dhoj p من هم أولياء الله؟ كوشا مداشر الله من يعني؟ مش سبحان الله لا يريد أحد منكم أن يكون من أولياء الله؟ سيب أعتقد كوش بيسألهم
أظن بيكون في وجه تيف في دار الله. من هم أولياء الله؟ أولياء الله. أولياء الله هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله نعم. دار الله زوجين يا نطيشة الله سبحانه وتعالى يكمل نثنيتي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. نعم. يا نطيشة që nuk do të kenë frikë, nuk kanë frikë, askra. Dhe Zotë Gjeneshanë nuk ka bashkuar me besimin në zemën e tyne, besimin Zotë dhe dhe të bashkëmërin dhe ti. Na, wala but al-nufarë bëjnë aulia al-Rahman o aulia al-Shejban. Dhe duhet me në dhimë vëzërë që të ndajë kusha të ndajë dhe Zotë Gjeneshanë nuk إنسان ينام بين القبور يريد فلب تكفار يشرب الخمور في الكل يزني بن مرتد يسرق لا يأتي بالعبادات ولا بالطاعات نك نمشي لا يأتي بالطاعات ولا بالعبادات نك بما يريد الله عز وجل ويأتي بالمنكرات والبدع والشركيات فهذا والله ولي لا شك في ولايته لكن من أولياء الشيطان ولا يشك أحد لأن هذا ولي من أولياء الشيطان نعم الشيطان إذا من هم أولياء الرحمن؟ جمعوا بين ما وصفهم الله سبحانه وتعالى من ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم أعطيهم كابل تتسي أعطيهم تسيلت نوك فيكسوهم نوك مرزيدت بورسي بسن الله عز وجل الذي فيكسوهم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء ثلاثة. نعم. أصيغ طول في الله سبحانه وتعالى التكس ذات رمان تريجر. نتكلم عن الأمر الأول. فلاسي مجنة بار. هذا النعمة ابتلاء. أرش ذنتية زوجة بار. هل النعمة أي نعمة أنعم الله بها عليك؟ نعمة مال، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة الزوجة. هل هذه النعمة ابتلاء اختبار لك؟ نعم أم لا؟ عاش في ميرسي. جدا ميرسي شاء الله تقضي. عاش بروبرتي. نعم. نعم نعم. ما الدليل؟ أبو من؟ أدلة كثيرة. أشنو أبو من؟ منها. استقيتوا يا ثم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة إذا النعمة ابتلاء واختبار نعم زود جل شأنه بيان عيون برداس بروور الله سبحانه وتعالى تكوي في جماعة عليه الصلاة والسلام وشيف الإشكال من خلال كأطر شيف من يسيب الفيديوتين وشيف من خلال كيو باش ميسي الله جل شأنه كيف تخرج من هذا الابتلاء من هذا الامتحان سالم غانم نعم ست دارس تشيخ كيف تنجح في الاختبار؟ ست دارس ست شمتوش نغا كسر مكبره لابد أولا من تعلم قبل أن تأتي النعمة بالله لا بغيره فارس المطار مرسي الله عز وجل لكم في هو تغيير الزمن مع الله سبحانه وتعالى يعني يمشي هذا في الطريق يسوش نفسي مي برسون هزن ويرى السيارات والقطارات والعمائر ومتاع الدنيا. أنا شايف مثال بوبليز البورد. ماذا يصنع في الغالب؟ تشابون إي أكثر الناس ماذا يصنع عندما يرى متاع الدنيا؟ بس شايف مثال كنيسيس البورد مثال تشابون تمنى يتمنى ويتحدث مع نفسي أو مع الشيطان. تيغيب مثال إي مندون إذا تيغيب مثال إي وصل الشيطان. يقول لو يتعرف عليه الرئيس. لو يتعرف علي الرئيس مثلا ليبا البريزيدنت او الوزير او التاجر او المليارديل
وقل أنت حبيبي. تي هي إدارة. خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت، أو خذ شيك مفتوح لك ما تريد من الأموال. مال شيك مفتوح أنا ما صدق مشكلة. صحيح. أكثر الناس على هذا. صدق جيب ما نمشو. الجنة تطلب بالمال. الجنة يزور الجنة شو عمو؟ فكنت كبر. من من تطلب الجنة؟ فكنت أقوى الجنة. من الله. لماذا؟ لأن لا يقدر أحد على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. سبسمك مدراب جميل صلى الله عليه وسلم. طيب الرزق اطلب من من؟ كوريزين من الوزراء؟ من الأمراء؟ لا، من الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الذي يخطر على بالك عندما ترى متاع الدنيا وتتمنى أن يكون هذا من الأمير أو من التاجر أو من غيره، هذا تعلق بغير الله. نعم. ما صدقوش من ناس الناس اللي كانوا بسيم زينون اللي زما من ياسر داش بسونش. ولهذا يبقى زينون. ولهذا تسمع في الأخبار وفي الجرائد ماذا صنع لنا الحكام؟ كمان يشوف يتكلم الدارب الجنة بيتين درشنو. هؤلاء الحكام فيهم وفيهم أخذوا أموالا. بارا طعم ديال الأردن شبه طارت كان مار ليك 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 من شو يجي جاهير سا. وأين حكام العرب؟ يلي جيدا رسول ديال بارا فندر الدين. وأين أهل الإسلام؟ نجيب مثال إسلام. وأين فلان وأين وأين وأين؟ ماذا تريد منه؟ هؤلاء بشر. ويا مسلمان ويا كير ويا كير شرط بالفينا ثلاثة جيت نيرس رئيس الله سيف الدار دار المرزي. الحمد لله. هات يا رجل الله هداك جزاك الله خير. شكرا. أجل سجل. نعم. واحد. إذا لا يمكن أن يطلب الرزق إلا من من؟ إلا من الله، لا نتعلق بالأشخاص، نتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. نقول قول فمزيبي الرزق بدل الله عز وجل. لا يؤمن يعرف ونوم سببك. إذا قبل أن تأتي النعمة وقبل أن يأتي الرزق لا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. تعرف سمعت الرزق ونصلي الزمن مزود إن شاء الله. طيب وبعد أن يأتي الرزق ماذا تصنع؟ قاصد فين ريسكو من سيام موضع شو الدوش؟ لابد أن النعم هذه تشكر. كيف تشكر النعم؟ قلت فين من سيام زود إن شاء الله جاء بارد دبن فلندرو ستة فلندرو شو الله سبحانه وتعالى. تشكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح. دول من فلندرو زود إن شاء الله ثم يرسي مزام مجو ثم جنتر بالقلب. شكر بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهو من الله. على مزام مزار شديد بينش تجدج من يرسي بس الخالص بين ذلك من الله عز وجل أشكر الله سبحانه أي ترى. تشكر بلسانك من أين لك هذا؟ تقول هذا من فضل رب. شفيه مجو أنت ثم بس كده كوش لا تيجي كجرا. أبارة أونس مشاكل لي بدي من لي أزمن من الله عز وجل فوش كيوش ميسي الله سبحانه. شكر بالجوارح أن تصرف هذه الجوارح في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى في كفر المنعم. تي من فيها تدمج مش مجمتير تيش في الزور جمتير دكوا دوك من فيها لا نعطيش 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 سي كالله عز وجل تبقى. ذكر ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه قصة. ابن الجوزي زوج المعجبة قاتل هو نيسري. القصص عند أهل السنة والجماعة تذكر استئناسا لا احتجاجا. الحجة في الكتاب والسنة، القصص ليس فيها حجة وإنما تذكر من باب الاستئناس فقط. نعم. إستوري من خلال برمندن تترقوهم برمندن خلال استئناس. نعم يعني فقط
من باب أن لابد أن يكون لها أصل في الكتاب والسنة. إن لم يكن لها أصل مردود. الحجة في الكتاب والسنة فقط. جدا يستوري تفوه هذا الكريم يستوري من فلان بلتين من فلان شكو يستوري كثيرين كثيرين من فلان. يقول جاء الكلب للأسد. يعني هو يفضل تك الوعد. وطلب الكلب من الأسد أن يغير له هذا الاسم اسم الكلب. هذا ثاني هون يفضل لا يفون يشيك يفون يشيك يفون يبلغ أي الكلب جاء جاء الكلب للأسد يعني يضرب لوانة ترى درشان يمل قال لوانة بني يمل كثير وقال لابد أن تغير لي هذا الاسم لما يدرشوه بها يمل فأبى الأسد على الكلب قال لا لا أغير اسمه لما يدرشوه هذا الشيء لأن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب قال أنت لا يصلح لك إلا كلب المهم نعم نور الدرجال تي بدل شبكين قال لا يغير الكلب اسمه يعني يريد أن يغير اسمه من كلب إلى أسد أو فهد أو كلب ما يريد اسم الكلب يده بريد شين إذا فضل أمرت لوعي ضد ندرشو أمرت يده بريد لوعي يده تبسطي نوك من يكون كيف يجلس الشين فرفض الأسد قال لا ما يغير اسمه لأن الأسد هو الملك الغابة هو المسؤول يده نوك تدرشو أمرت تيس كمان تدرشو أمرت فقال الصمت قال تغير قال لا أغير تغير لا أغير نعم لا أصد الباب ضد ندرشوش ضد ندرشوش هيك شو قال الأسد عندما تعب من إصرار الكلب قال بيني وبينك اختبار اختبر إن نجحت في الاختبار أغير اسمك وإلا فأنت كلب كيف رفيم ضد لواني ضد شيني كيف كان لوغ ضد رفيم ضد ضد أندرشو مين كوسن كان لوغ ضد عشان كيف رفيم شاني نعم ما الاختبار شغلين قال خذ هذه القطعة من اللحم نحفظها لي إلى الصباح إن أتيت بهذه القطعة من اللحم في الصباح أغير اسمك من كلب إلى فهد إلى أسد إلى كلب وإلا فأنت كلب ما يقول تطبيش الضب ما هذا الروح الدبي ضار أصلا دبي فجر من الصباح مثل تيا روحة من قا أجرسية تيا بس بتمر أتهي لتشوي بها يوتو تشو دوان تيجر لبار فرح الكلب هذا الاختبار أخذ القطعة من اللحم وذهب إلى المكان الذي إليه وأخذ طيلة الليل يفكر نعم أنا موري شيء يتصاب بميشة اللي يبقى فيها هذا غلطك منه يشتد عليه الجوع الكلب يعني شيء اللي في عنده يبقى ميشة في الله يبقى ما هو أمر أو تن آكل اللحم أو لا آكل أطهاي مصطهاي أغير اسم من كلب إلى أسد طب شوي من ضد ماشين متردد ياكل لا ياكل كلب اسد حتى قرب الفجر طب شوي طهاي 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 فعندما قرب الفجر واشتد الجوع على الكلب قال دي سيرس الضوء ماروي قلت ما هون غير يريد فهم يفل قال والله ان اسم الكلب اسم حسن واكل اللحم طب امي تشين تشين مين فهاي هذا هو الميشي اذا سبب درود الضوء الذي لا يصبر عن المحرمات هذا رضي بماله بالخسة ورضي بأن يكون كلب نسأل الله عافية والسلام والذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة وهذا لا يصلح له إلا أسد عليش كناسة مجناهد نما ليش مشاهد عيش مرزور جيرس بوشت مشاهد جيرس بريشت عيش يلومي فيه تعلومي حتى طهارة كودة مية كرامتة أي جدوان معك عليك الجلس أنت تخرج الآن من المسجد كده نيت دي بشروط من الجميع تمر مر هذا هيت كلب أو أسد أنت اختار لنفسك إذا صبرت عن المحرمات فأنت أسد وإلا كلب نعم لا دار الجميع هي دار الجميع الناس تضرب بقى جنوبك أعطينا يمي أسد يمي الوعي الناس تضرب بقى جنوبك يمي كيف تعصي الله بنعم الله هذا نعم الله سبحانه وتعالى عليك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن سيكون سيكون نشتم زوج الجنشان من سيرتي الله من الله لأن كم يسيب الله تكون نشتم زوج الجنشان
نعم. إذن عندنا النعمة ابتلاء، قبل أن تأتي النعمة لابد من تعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. نعم. كيف مثال problem when you see the parts in our domain زمن الله جل شأنه لمسك بها. وبعد أن تأتي النعمة لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح. مثلاً ميرسي الله تعالى أكيد واجب كدود ما هو كدود ما فندرو الله تعالى مزمن ما مجو ولا مجو. هذه الحالة الأولى، حال الإنسان عند النعم. Here's the part. نريد فبعض ميرسي الزوال تجده. الحالة الثانية، الحال عند الابتلاء، عند المصيبة. نعم. ماني ما. بارا درس مسهين فلندرين مسهين يمرسي ضد فلندرون. ضد فلندرين يرتاع. أدو تظهر ناس بيهم يفتكسي. أتك نيرز مثلا بيهم يفتكسي الدجو. بعض الناس صلى الله عليه وسلم عند المصيبة عند الابتلاء يتسخر. نعم، يعترض على القضاء والقدر. كاثن يرز تقول يفيد مثلا سبروبا مثلا نو بدرون بير بورس مثلا الشفنون بير دين نو بيجينا دين غا بفيد يعترض بقلبه أبسوم نو كبسوم زين مثلا يكون شتو يعني يقول لماذا أنا بقلب لماذا تقع علي أنا المصائب ولا تقع على فلان سين مثلا را مو ترى طيو سكتير يعترض بلسانه من جونتي أوف يقول أوف أنكور موست أوف أو يصيح يصرخ موست نسيفيان دي شراء سبرو أي فنون الولد أو يسب يشتو يلعن موست مثيان أي مثيان برزدون وفندون برشان أو يعترض بجوانب أو موست مثيان أي مثيان مجتونتي بجية يقطع الجيوب في ظان البول روسي ينتف الشعور في ظان مثيان كف لوبت يلطم الخدود او يكسر يكابي فيها الجنود يثيب هذا اعتراض على القضاء والقدر نعم كيف فيها درس ونشتيني قدار بقدر فسكتين الله عز وجل كبيره من كبائر الذنوب وقد يصل الناس ان يريدوا جبت جندي لما ليش تغيب فيها درس وفي سني صوي نقد جندي كان شيء اثنيرس ارث بيغامير صوصتني شيء ليش القاعده الثانيه او الشبهه الثانيه كيف تطاعد؟ أدو تغير بعض الناس يقول لك أنا لا أعبد هؤلاء أنا ما أعبد أصحاب القبور ولا أعبد الجن ولا أعبد الصالحين أنا أريد منهم فقط أن يقربوني إلى الله أريد منهم أن يشفعوا لي عند الله سبحانه وتعالى كيف تجد من جنتي سيطاعد؟